ألا زلت نائمة؟ هيا استيقظي. ماذا تريدين مني؟ ألن تذهبي معي كي نستلم السيف من الحداد؟ إني اليوم متعبة ولن أخرج. لا تتكاسلي، هيا انهضي. اتركيني فإني متعبة حقا. إنك دائما هكذا، لا تلبي لي طلبا أبدا. اعذريني فأنا لا أريد أن أخرج اليوم. هارون، 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 أين ولدي؟ ويخبرها هارون أن يوشع في مأمن مع موسى. ومتى سيعود موسى؟ ويخبرها هارون أنه لا يعلم متى سيعود موسى، ولكنه سيعود بإذن الله. أنت صباحا يا جودة. أهلا بك، لقد انتهيت من صنع السيف. ها هو. سلمت يديك، إنه حقا جميل. ولكن لما السيف؟ إن لك أختا تستطيع أن تحميك من أي خطر. كانت ستأتي معي لولا تعبها. هي مريضة؟ نعم، هي مريضة من الوحدة، وأنت تعلم أن الوحدة قاتلة. أليست متزوجة؟ لا لا، وإني أبحث لها عن زوج. زوج؟ أليس لديك شيء تقوله؟ أنت تعلمين ما سأقول. لقد فر موسى مجددا. نعم، وهذه المرة لن يعود. أف لكم يا بني إسرائيل. وهل لديك ما تقولينه عن موسى؟ ليس لدي غير القول الذي تعرفه. سيعود. نعم، ولكني لن أراهن هذه المرة على شيء، فقد مللتكم جميعا. ونحن مللنا موسى كذلك. وجاوز موسى مجمع البحرين وهو لا يزال ساهياً عن الحوت، وكان يوشع هو الآخر قد نسي أن يخبر موسى بأمر الحوت. موسى لا يمل من الترحال. إنني لا أسميه ترحالا، إنه مثلنا تائه. إنني أسأل نفسي دائما هذا السؤال، هل نحن تائهون في الصحراء؟ تقصد أن موسى ضل بنا الطريق وأصبحنا مشردين؟ نعم، لم يعطنا موسى ما وعدنا به بعد أن سمعنا كلامه وخرجنا من مصر. يا ليتنا ما خرجنا منها. يا ليتنا. وجاوز موسى ويوشع مجمع البحرين وبلغ من موسى التعب، وقال لفتاه آتنا غدا أنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وأمره أن يحضر طعام الغداء، ألا وهو الحوت المملح. وهنا تذكر الفتى أمر الحوت. يقول يوشع: اللعنة على الشيطان، لقد نسيت أمر الحوت. لقد دبت فيه الحياة مرة أخرى بعد أن أصابه رذاذ من ماء البحر. وهنا سعد موسى من أمر الحوت. يقول يوشع:
لقد حدث ذلك وأنت نائم ولم أشأ أن أوقظك، وكنت سأخبرك عندما تستيقظ ولكنني نسيت، سامحني يا نبي الله. ويخبره موسى أن هذه هي العلامة التي سيعرف منها الخضر، وأمره أن يعود فورا إلى مكان الحوت. ماذا أفعل كي أعود إلى الجودة مرة أخرى؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هل أعود إليه بالسيف مرة أخرى؟ ولكن بأي سبب هذه المرة؟ يا لها من فكرة. أمّاه، لقد أعددت لك الطعام. لقد قلت إنني لن آكل حتى يعود ولدي. ولكن فلتكمل. ولكن إذا لم يعد يوشع ماذا ستفعلين؟ سأموت جوعا. لقد أدخلني يوشع في مشكلة ليس لي شأن بها. كيف حالك يا جودة؟ أهلا أهلا وسهلا، تفضلي. إني غاضبة منك يا جودة. ولم الغضب؟ هل هذا سيف؟ ما الذي حدث له؟ وهل سأقول لك أنا ما الذي حدث له؟ إنه أمامك وتراه جيدا. لقد لان السيف، كيف هذا؟ فلتسأل نفسك هذا السؤال. إنها أول مرة تحدث لسيف أصنعه. سأتركه لك وأعود في الغد وتكون قد أصلحته. لا تقلقي، اذهبي أنت واطمئني وعودي في الغد. صحبتك السلام. كيف يحدث هذا؟